ألفي تاتي. ابنة ظافر العابدين تبارك لوالدها عبر اي تي بالعربي. فرحان اكيد الحب، لكن لازم بنتي تظهر في الوقت المناسب. It's a very special evening for us. بمشهد لم يحدث من فترة في الوسط الفني التونسي، اجتمع أهم النجوم التونسيين في العرض الخاص لفيلم ظافر العابدين غدوة. وبالرغم من أنه الفيلم عرض سابقا في مهرجان القاهرة السينمائي وفاز بجائزة النقاد، وبعدها عرض بمهرجان البحر الأحمر في جدة، إلا أنه عرضه في تونس كان حالة خاصة بالنسبة لظافر اللي كتب بها البوست. وأخيرا العرض الأول لفيلم غدوة في تونس. فيلم غدوة في تونس نستنى بتونس يقولوا بدقيقة ودرج بشكلين يكون موجود هنا. الحمد لله سعيد جدا وفرحان جدا، ونستنى الآن كل تشويق كما يقولوا ردة فعل الجمهور التونسي بعد ما يشوف الفيلم. وعرض الفيلم بتونس مش الشيء الوحيد اللي صار لأول مرة بهالليلة، فبنته ياسمين سرقت الأضواء في ظهورها الإعلامي الأول مع أبوها وأمها، وتداولوا المتابعين صورها بشكل كبير على السوشيال ميديا. وإيتي بالعربي حرص ياخذ منها ومن والدتها جوان كلمة بهالمناسبة. He's so excited to be here. It's so important to him that the film is shown here. It's a very special evening for us. I love you daddy and congratulations and I'm really happy. ياسمين أول مرة تجي طبعا معايا للبريمير، وسعيد جدا أن هي موجودة، سعيد جدا أني بشاف الفيلم. طبعا بنتي هي عارفة طبعا شافت الفيلم برشا مرات، لكن فرحانة جدا بصفة كبيرة اللي هي موجودة في تونس وللفيلم يتعرض في تونس. وبكواليس العرض كان ظافر فرحان كثير ببنته، وهي كمان كانت مرتاحة وعم تمزح مع كاميرات المصورين. فليش تأخر ظهورها الإعلامي وما ظهرت قبل هيك؟ فرحانة أكيد الحب، لكن لازم بنتي تظهر في الوقت المناسب في عمر مناسب. كانت صغيرة ما كانش ظهورها لازم، لكن سعيد جدا بتواجدها اليوم. والكل كان سعيد بتواجده اليوم، وخاصة صناع العمل وأبطاله، منهم رباب السرايري اللي رغم السعادة إلا أنها كانت متوترة شوي من الجمهور. الجمهور التونسي جمهور سيب، ما كان الجمهور المصري والجمهور السعودي يتقبل فيلم، فما نوع متاع إكزوتيزم معناتها خاطر يقعد فيلم أجنبي عليه. هنا نحن قدام جمهورنا، نحكي لغتنا، نحكي على المشاكل نفسها. إلي سنسيبل معناتها للقضايا المطروحة في الفيلم بطريقة مباشرة، إلي سنسيبل للشخصيات خاطر قراب له، فما تنجم تكون فما إيدنتيفيكاسيون. دوك الفيدباك صحيح هو اللي نسنيه فيه اليوم. ومن بين الضيوف اللي حضروا للعرض كان لطفي بوشناق وابنه، كمان الإتواتي محمد علي بن جمعة، ولطفي العبدلي اللي غير حضوره ليحتفل بالفيلم فكمان احتفل بالمصالحة مع محمد علي المهدي، وجمعتهم هالصورة بعد خلاف استمر لسنوات طويلة وانتهى بحضور ظافر. عمل دور حلو ياسر، دور مركب ومعقد جدا، عطى تصويرة جديدة على ظافر ما نعرفوش عليه، وممتون كان مخرج يعني اقترح علينا موضوع حساس تأثرنا في لما يفرج في دي جون تالون في قضية مازال توا معناها مؤثرة القضية بتاعه. ظافر المخرج مغامر وأول تجربة صعيبة، فيلم يحكي على حالة نفسانية معينة، على معناها فيلم بدأ مشواره كمخرج بحاجة صعيبة. معناها ظافر هو كرياضي يحب حاجة صعيبة، كممثل تونسي هاجر لندن حاجة صعيبة، بعد كده مشال الشرق حاجة صعيبة، ظافر ما يحبش الحاجات السهلة. وكان في حضور مميز لسامي الفهري اللي كان أول من منح ظافر العابدين فرصة البطولة في تونس بمسلسل مكتوب قبل حوالي 15 سنة. أنا كنت محظوظ زادة لأول مسلسل بتاعي مع ظافر اللي فوق مكتوب، وتوا وقتها كانت الحكاية 2007 2000 هكيك حاجة هكيك.